قدر والدين. تعرف قدر والديك إذا فارقت والديك. إذا جاك خبر مفاجئ أحسن الله عزاك في أبيك وفي أمك تقوم قيامتك. إذا مات الأب أغلق باب من أبواب الجنة، والأم باب من أبواب الجنة. أنا عندي تغريدات في الأم بقولها سريع، لأن الأم لها ثلاثة أرباع الحق. أمي أكبر وأنا في عينك صغير، أنت كبير عند الناس اللي أمك، فأنت طفل حتى تشيب وتموت، تلاحقك بالدموع، ترى تبكي لفرحك وتبكي لحزنك وترى قلبه عندك. فأسأل الله أن يثيب أمهاتنا خير. أقرب الطرق إلى الجنة أن تنزل عند قدم أمك، قدم. الأم والأب الوحيدين اللي دخلت عليهم، فألغي الألقاب والمناصب عندك، ليس لك اسم ولا شيء، أنت مجرد خادم. أرجو من أي وزير أو أمير أو شيخ أو تاجر أو داعية يدخل على أمه وبيه يلغي الألقاب، ترك خادم. وأرجو أنك تستاذن إذا دخلت أمك هل تجلس ولا لا. ومن عنده منكم وقت وجد فرصة يقبل قدم أبيه وقدم أمه فالله يأجر خير، والله الجنة عند أقدام الأمة. ترى أقرب الطرق أن تقبل القدم، تقبله هنيئا لمن عنده أم يقبل قدمها، وامسح دموعك وأنت تقبل قدمها وامسح دموعك بقدمها، لأنها شقيت بهذا القدم، بهذا القدم سارت عليه وأطعمت وأسقت وأرضعت وغسلتك وألحفتك وطيبتك وسهرت عليك. قبل هذا القدم ولا تقل لهم أوف، لا تكفر يعني حتى وجهك لا يكفهم. أسأل الله أن يجزي عنا الأمهات خير والآباء، وأن يغفر لنا ولكم. وهنيئا لمن بقي عنده أب وأم يصبح الصباح على الكف بقبلة، وإن استطاع على القدم فهذا يوم سعيد في حياتك. ترى رسالة بدعاء من الأم يفتح الله لك كل الأبواب من الرزق والخير والعطاء. يا إخوة أرجو أن تسمعوا هذا الكلام، وأن نتوجه الآن إلى أمهاتنا بالبر وبالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء ويجعلنا بارين بر بهم.